عندي رسالة لشباب الحاضرين. احنا ان شاء الله من بعد العيد راح نطلق مسابقة للفيلم القصير، وحنسميها 3 to 5، زين، من 3 إلى 5، 3 to 5 من 3 دقائق إلى 5 دقائق، جيد، وحتكون برعاية إحدى الشركات. هذا المسابقة هي لصناعة الأفلام حتى بالموبايل بسيناريو بسيط للشباب جميعا، وهاي شركة راعية راح تعطينا فد جوائز معينة. الثيمة اللي نحن نطرقها هي مثلا شلون نعالج موضوع الابتزاز الإلكتروني، الجريمة الإلكترونية، العنف الأسري، أو المخدرات على سبيل المثال. جيد. هذا حتكون اشراك الشباب، وهذا الاستراتيجيه اللي تحدثنا عنها قبل قليل. بهذه الاستراتيجيه شلون يساهمون هم بوعي، بزياده الوعي عند الجمهور، شلون يكون الجزء. هذا الموضوع كلش مهم، يعني اذا اشركناهم ويانا نعتقد عندنا شباب حلوين دا يكتبون ويشتغلون بشكل جيد.